ايه هي الطرق الاسهل والاصدق والاقرب اليك لمعرفه نسبه الدهون ولقياس مستوى تقدمك؟ السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله يكون الكل بخير. اللي هتكلم عنه النهارده ان شاء الله هي الطرق البسيطه اللي ممكن اي حد فينا يعملها بكل بساطة في البيت لقياس مستوى تقدمه أو لقياس مستوى تقدمه في الدايت بتاعه أو الحمية الغذائية بتاعته للتخلص من الدهون. أول طريقة وهي المراية. المراية هي صديقة على طول الطريق. من الوقت للتاني طبعا كلنا بنبص للمراية. الفرق ان انت هتركز هنا شوية، هتركز وتشوف وضع جسمك وتحفظه كويس، وبين الفترة والتانية هتبص لنفسك في المراية وتشوف انت بتتقدم او لا قدر الله بتتأخر، زيها زي عيون الاقربين اليك او الناس القريبين منك في محيط منزلك. هما بيلاحظوا عليك، اول ناس بيلاحظوا عليك انت سواء ان انت خسيت او تخنت او مهما كان التغير اللي حصل لجسمك. يبقى اول حاجة المراية لازم نخلي بالنا منها كويس قوي، وهنركز شوية في شكلنا في المراية ونحفظه ونقارن نفسنا بيه من الوقت للتاني. تاني طريقة وهي المقاسات او القياسات. مين فينا مش بيلاحظ بين الفترة والتانية ان مقاس الملابس بتاعته بتتغير عليه؟ لو هو خس هيلاقي الملابس وسعت، او لو هو تخن وزاد دهون يبقى هيلاقي الملابس ضاقت عليه اكتر. زي مثال البنطلون، لو انت ماشي على دايت معين ممكن بعد فتره تلاقي نفسك وانت ماشي في الشارع كده البنطلون بيقع منك. نتيجه ايه؟ نتيجه ان انت خسيت، فطبعا البنطلون اصبح واسع عليك. او العكس، ان انت ممكن تبقى ملخبط الدنيا، قاعد فتره طويله ملخبط الاكل بتاعك ومش ماشي على دايت، وتلاقي ان مقاس البنطلون بتاعك تحس ان هو صغر عليك، ده برضو نتيجة ان انت اكتسبت دهون زيادة. ممكن واحد يقول لي طيب موضوع مقاسات الملابس ده بيحتاج فترة، يعني مش بنلاحظه بعد اسبوع او بعد 10 ايام ان الملابس ضاقت علينا او الملابس وسعت علينا. هقولك الكلام ده صح، يبقى ساعتها هنتجه لقياس المزورة او المتر البلاستيك اللي هو زي ده، مش عارف اذا كان واضح عندكم في الكاميرا ولا لا. ده بيبقى فيه قياس من ناحيتين، قياس بالسنتي وقياس بالانش. وعايز اقول لك ان من الحاجات المؤكده ان انت لو بتاخد قياس الخصر بتاعك او الوسط بتاعك ولقيته نزل مع الوقت، يعني انت حفظت اول مره ان هو مثلا كان 100 سنتي، بعديها باسبوع لقيته 95 سنتي او 98 سنتي، يبقى محيط الخصر نزل، يبقى من الحاجات المؤكده ان انت كده خسرت من نسبه الدهون الموجوده في جسمك، لا شك في الموضوع دوت. لكن لو انت لقيت محيط الخصر عندك زاد، لو انت قسته بالمزوره ديت او المتر دوت ولقيته زاد، ده ممكن يبقى نتيجه الاكل اللي انت واكل او شارب ميه كتير مثلا. لذلك يفضل ان انت تاخد القياسات بتاعتك والمقاسات بتاعتك على صباحا الصبح على معده خاويه، وده هتكون ادق نتيجه بالمزوره او بالقياس بصفه عامه. الحلقه الجايه ان شاء الله استنوني هكلمكم عن اجهزه قياس نسبه الدهون في الجسم اللي بيها تقدر تحدد او تعرف مدى تقدمك في الدايت بتاعك، وايه هو الاصح فيهم وايه هو اللي مشكوك في النتيجه بتاعته. ما تنساش لو انت مش مشترك في القناه دوس على الزرار الاحمر اللي هو سبسكرايب او اشتراك عشان تشترك في القناه ويوصلك الحلقات الجديده، وكمان ما تنساش تفعل الجرس عشان خاطر في مسابقات قريب ان شاء الله هقول لكم عليها للمشتركين فقط في القناه. اتمنى الحلقه تكون نالت رضاكم واستفدتوا منها، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير عشان خاطر غيركم يستفيد. اشوفكم قريب ان شاء الله. السلام عليكم.